أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي طلابي طلاب الصف السابع في شرح لأبرز الخطوط العريضة التي سنقوم بتناولها خلال الأسبوع الثامن من مادة اللغة والأدب للفصل الدراسي الثاني، فأهلا وسهلا بكم جميعا. قبل أن أبدأ، لابد من التعريف بأبرز المفاهيم التي ركزنا عليها خلال هذه الوحدة، لا سيما أننا وصلنا إلى مرحلة التقييم النهائي لفن المسرح. كما تلاحظ عزيزي الطالب، فإن أمامنا مجموعة من المفاهيم التي قمنا بتناولها أثناء شرح المادة المطلوبة. فمثلا طبقنا المفهوم الرئيس وهو التواصل من خلال مشاهدة المقاطع المرئية، من خلال العمل في كتاب اللغة والأدب، من خلال العمل الجماعي التعاوني الذي أبديتموه سواء في المشاريع المطلوبة والمشروع الذي قدمتموه عن الظلم، أم في الكتابات التحليلية أو وصف الشخصيات إلى غيرها من المهمات المختلفة. أما المفهوم الرئيس فقلنا أنه الموضوع ضرورات الجمهور، قلنا أن فن المسرح يتناول موضوعاً يناقشه بطريقة معينة، قد تكون هذه الطريقة ساخرة، قد تكون دراما، قد تكون كوميدية، ومن خلال شخصيات، هذه الشخصيات تقوم بعرض هذا الموضوع بأسلوب معين لإيصال الفكرة لنا نحن القراء. أما السياق العالمي فهو العولمة والاستدامة. أذكر أن العالمية هي أو هو المفهوم الرئيسي الذي سنركز عليه أيضاً خلال هذه الوحدة. كيف؟ من خلال السمات المشتركة التي نتحدث عنها، فقلنا أن الصداقة مثلاً هي شيء عالمي نأخذه من هذه المسرحية، عدم الظلم واستغلال الآخرين أيضاً هو سياق عالمي نستمده من هذه المسرحية. إضافة إلى أن فن المسرح هو فن عالمي يعرض في كافة دول العالم. عبارة الاستقصاء، يتواصل الكاتب مع جمهوره من خلال فن المسرح بطرح موضوعات تتضمن سمات عالمية مشتركة. بعد أن تدربنا أعزائي الطلاب على كتابة مقال تحليلي خاص بمسرحية تاجر البندقية، وتناولنا أيضا مسرحية بعنوان شريعة الغاب، مسرحية قصيرة في كتاب اللغة والأدب، وحللنا عناصر المسرحية والأساليب الإنشائية المستخدمة، لابد أننا سنقوم بالاستماع إلى مسرحية وهي مشهد صغير ممثل بعنوان كاسك يا وطن للممثل المعروف دريد لحام. هذه المسرحية سنتناولها من خلال وصف الشخصيات فيها، من خلال الحديث عن دور الموسيقى فيها، ومن خلال الحديث عن الحوار الداخلي والخارجي، وهو ما طبقنا عندما حضر الضيف الزائر الممثل السيد كريم الأفغاني وقمنا بتمثيله على خشبة المسرح في المدرسة. إذن هذا ما ستقوم بالاستماع إليه، وتتناول الموضوع عن طريق العمل الجماعي التعاوني مع زملائك، ثم ستقيم نفسك من خلال الإجابة عن مجموعة من الأسئلة، ستكون على شكل اختبار قصير وهو اختبار رسمي. أذكر أيضاً بضرورة القيام بمهام أقرأ بالعربية الموكلة لك أسبوعياً، وأذكر أيضاً بضرورة الرجوع إلى صفحات التربية الوطنية لمراجعة عنوان الدرس الذي نقوم بشرحه بشكل مستمر. لا تنسى عزيزي الطالب أنه يوجد في صفحة الوحدة أسئلة مختلفة تقيم فيها ذاتك وفهمك لموضوعات هذه الوحدة، وحدة الليل والنهار، علينا أيضاً الإجابة عنها كتقييم ذاتي لما توصلنا له من نتاجات في هذه الوحدة، فأرجو منكم جميعاً الرجوع لها والإجابة عنها، حيث سأخصص حصة صفية لهذا، لأنه يهمني أيضاً أن أعرف نقاط الضعف والقوة لكم في هذا الفن بعد أن انتهينا من دراسته. أشكر استماعكم وأتمنى أن أكون قد قدمت ما فيه الفائدة. أراكم في دروس قادمة، طبتم وطاب نهاركم بكل أمل وحب.